السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بالشباب. السلام عليكم. مهند، ارجع اقول لك يا مهند. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. وخلوه مهند، قفل المايك عندك يا مهند. كيف الحال يا أستاذ؟ طيب يا دكتور خالد. الحمد لله. أرسلت لكم الرابط يا شباب، رابط السبورة. أيوة ما شاء الله، دكتور عمر دخل على السبورة، وعبد الله الجاسر ما شاء الله الناس. أيوة كده، خالد باشا، عبد الله العبدان ما شاء الله. يعني يا جماعة عايزين الكل يتفاعل ويشترك يا شباب. الكلام ده لك أنت مش لي، أنا بدور على مصلحتك، عايزك تتعلم حاجة. انت كده حتى في عبادة الملائكة بتدعي لك، اللي بتعلم الملائكة بتدعي له. فيعني انت كل حاجة موفرة ليك ما شاء الله، ليه ما تتفعلش؟ ليه ما تحاولش من نفسك تكون عايز تتعلم حاجة؟ ايه اللي يمنعك؟ ايه اللي ناقصك؟ حاول تتعلم حاجة كده، وحاول تبقى حاجة كويسة، وحاول يعني تنافس زمايلك. ايه اللي يخلي فيه مجموعة كبيرة ما شاء الله تدخل طب وهندسة وانت تلاقيك لا؟ عشان ايه؟ يعني ليه، يعني ليه ما تكونش انت من الطب والهندسة والكليات الحلوة دي، وانت كل شيء متاح لك وكل شيء موفر لك؟ فاحمد ربك وتوكل على الله وتفاعل وتعلم. لو شفتني انا حتى بلعب مش عايز الحصه او بضيع الحصه، لا قول لي لا، اسالني. تمام، عايز الكل يتفاعل كده. امس اتكلمنا عن وزن المعادلات، وقلنا تقريبا يعني ان عندنا معادلتين عايزين نوزنهم. كتبنا منهم معادلة تقريبا في الآخر. إيه المعادلة اللي كتبناها؟ كانت تفاعل كلوريد الحديد 3 مع هيدروكسيد الصوديوم. وفي زمايل كتبوها أمس، نكتبها تاني عشان نحاول نوزنها. نكتبها يا أستاذ؟ نكتبها ولا كيف؟ أكتبها أنا مش مشكلة، ولا بس أنت حاول تكتبها عندك على السبورة بتاعتك عشان توزن كده، وبعدين نشوف الوزن. تمام أنا هكتبها عندنا كمان عشان إيه؟ أحاول نوزنها معاكم يعني. تكسر المعادلة حقت أمس أستاذ؟ أيوة، إيه. بس ما وزنهاش، اللي هي رقم 6، تفاعل كلوريد الحديد 3. يعني الحديد هنا تكافؤه 3. ايوه استاذ. ايوه طبعا، المفروض احنا كتبناها امس فانا هكتبها، لكن انا عايزك تتعلم ازاي تكتب معادله.
أستاذ. نعم. فايز الانتظار. يقول خالد سهل يقبل. خلاص سمحت له خلاص. هذه المعادلة يا شباب للناس اللي يعني طبعا كنا كتبناها أمس وزمايلك كتبوها، فعايزين نوزن المعادلة اللي أمامك. نوزن المعادلة. أقول لسه ما هتقول بالشرح يا خلود؟ والله ما ادري، تبغى نحلها يا شباب بالسبوره حليتها ولا تبيها لا، كيف؟ عايزك يعني ايه كأنك بتشرح لزمايلك ازاي يحلوها. تمام؟ هي دحين كل الاستاذ اقول انا هسه. ها قصدك ايه خالد؟ كلها ايه؟ اقول هي كلها دحين يعني بثلاثة صح؟ اف اي سي ال ثلاثة لا مش كلها، الثلاثة تبع السي ال بس، والثلاثة اللي هنا تبع الاو اتش. فانا عايزك ايوه يعني تشرح لزمايلك، تقول لك مثلا تقول ايه هنا اف اي حبه واحده، وهنا اف اي ايوه هنا واحدة واحده. ثانية. ايوه هنا واحده وهنا طيب واحده. استاذ ايه؟ ايوه طيب استاذ هنا الاو اتش، طيب هنا حبة موجودة، طيب وهنا ثلاثة، حلو، فلازم نحط من عند الان ايه من هنا استاذ برافو عليك نحط ثلاثة. برافو عليك. ايوه كده ايوه كده طيب وال ان ايه سي ال ايوه الان ايه هنا واحدة توقع ايوه وهناك واحدة، لا انت خلاص هنا هنا ثلاثة. ضربت، انت ضربت في ثلاثه هنا الوقت. ايوه الثلاثه ونحط مضروبه هنا، في ان ايه؟ ايوه وهنا السي ال السا كانت بثلاثة اللي على اليسار، ايوه فلازم نوزنها نحط هنا ثلاثة بعد عند برافو الان ايه. عليك. احط هنا ثلاثه ايوه بقى عندي. بس احسنت برافو عليك. يبقى يا شباب خلي بالك، الناس اللي ايه مش منتبهة، يبقى عندي هنا اف اي واحدة وهنا اف اي واحدة. طيب هنا سي ال ثلاثة، هنا ثلاثة سي ال اهو مضروبة في ثلاثة. طيب هنا ثلاثة ان اي، هنا ثلاثة ان اي اهو مضروبة في ثلاثة. طيب هنا ثلاثة او اتش اهو، الاو اتش دي كلها مضروبة في ثلاثة، وهنا ثلاثة او اتش. يبقى كده اتوزنت المعادلة. أحسنت يا دكتور خالد، الله يكرمك، أحسنت واسف. كده اتوزنت المعادلة وبقت معادلة موزونة 100 100. يعني كده هنا طبعا مش مكتوب حاجة، يبقى واحد، هقول واحد مول من المادة دي زائد 3 مول من هيدروكسيد الصوديوم ينتج لي 1 مول من هيدروكسيد الحديد 3 زائد 3 مول من كلوريد الصوديوم. برافو عليك. طيب أمس كنا قلنا برضو في معادلة واجب، ودي بقى عايزك إيه تكتبها في السبورة بتاعتك، اللي هي المعادلة السؤال رقم 7. طيب رقم استاذ تمام، نكتبها على ايوه السبورة. اكتبها في سبورتك وشوف مين بقى اللي ان شاء الله يعني يحل صح. عشان طيب انا استاذ يهمني الاول برضو انك تكتب، بس شوف لازم تكتب بفهم، حتى لو الاجابة عندك، حتى لو الاجابة عندك، لا سيبك من الاجابة، اعمل انت من راسك عشان ما تنساش. صح نفهم، صح واللي انت مش فاهمه انا اقوله لك مره واثنين وثلاثه وعشره لغايه ما تفهمه. تمام؟ يعني مش شرط انك تلاقي الاجابه عندك تقوم حاططها، لا، هل انت فاهم؟ يلا. يستاهل سؤال 7 وين؟ سؤال 7 صفحه 121. كم؟ إن شاء الله. وانتبهوا يا رجال، انتبهوا يا رجال، الغازات تو، الغازات تو، العناصر اللي في صورة غاز تو. يا دكتور عبد الله، هلا يا استاذ.
خلي بالك في نقطة صغيرة عندك كده انتبه لها في المتفاعلات. أيوة كده، أيوة كده. لا خالد برضو، أنت جبت الثلاثة دي منين يا خالد؟ أنا لسه انت السما ها؟ انت ما تقول حلو ولا انتظر يعني ما حل، انا حليت لاني أنت حليتها عندك في الورقة يعني؟ انا حليت الواجب من امس. طيب ماشي ماشي يا بطل، ماشي الله يكرمك، كمل بقى، اكمل ولا ما اكتب كمل الحل يا كمل، انتظر. ماشي كمل وهنشوف بقى نفهمها جت ازاي، كمل. طيب ابشر. ماشي الله يكرمك. يعني كده عبد الله العبدان كتب المعادلة ثاني كبريتيد الكربون. ده حلها أستاذ، أنا كتبتها بس ما يظهر ما أعرف. أيوة. مين؟ عمر؟ أنا عمر. عادي بقى تكتبها بقى على السبورة عشان أشوف. كتبتها على السبورة بس ما أعرف ليه ما يظهر. غريبة مش ظاهرة قدامي، يعني مش حاجة ظاهرة قدامي. سبورتك فاضية عندي بالنسبة لي يا عمر. طب دقيقة حنقولها لي زي عبد الله، أنا لأني كتبتها بالكيبورد. طيب ايوه عمر طلعت ظهرت قدامي يا عمر، ايوه ايوه ظهرت قدامي بس من غير الوزن يعني. عبد احلها الله استاذ الجاسر، خلاص. عبد الله الجاسر ويزن، ايوه يا استاذ. فينك يا دكتور؟ هذا يا استاذ، هذا ايوه استاذ فين الكلام، ما شفتش حاجه على السبوره، فاهم زين يا استاذ. ما انتش فاهم. انت بحاول تكتب بس المعادله يا عبد الله ازاي؟ يعني بيقول لي يتفاعل كذا مع كذا يبقى دول اللي قبل السهم، لينتج كذا يبقى ده اللي بعد السهم. حاول تكتب كده دول الاول. طيب استبشر. تسلم. يلا واللي تقف عليك وانت بتكتب الصيغه بتاعتها قول لي، مع ان هو يعني تقريبا كاتب كل الصيغ بس انت عامل كده، اللي يقول لك اما يقول لك يتفاعل كذا مع كذا يبقى هم دول اللي قبل السهم، لينتج يبقى ده اللي بعد السهم النواتج. ايوه خلود يا سلام عليك كده وانت بتلون، يا ده دكتور يا صغير انت. ايوه الدكاتره الصغيرين دول ما شاء الله عليه. ايوه عبد الله العبدان عمل لي كف، وش الكف ده يا باشا؟ ولا ايش العلامه اللي انت عملتها يا دكتور؟ يعني خلصت هسه. طيب تمام عبد الله، تمام وخالد تمام. يزن العتيبي، يزن خلي بالك يا يزن. هذا استاذ هذا. نعم من يعرف كيف اوزنها؟ لا استنى بس خلي الوزن دلوقتي. انا انت كتبت ماده واحده في المتفاعلات، لا اقول لك يتفاعل كذا مع كذا، مع ايه؟ مع الاكسجين، يبقى معنى كده الاكسجين قبل السهم يا دكتور يزن. يلا اعمل لي بقى قبل السهم جنب السي اس 2 وخلي ال 2 جنب الاس كده على طول تحت الاس، يعني خلي التو تحت الاس. يعني انت شايف السبوره بتاعت الشباب؟ ايوه استاذ شايفه شايفه. ايوه ايوه كده انت عملت ايه؟
بس دايما نخلي الرقم اللي انت عملته الاثنين يبقى تحت شويه، مش عمليه انه صغير يعني ما يبقاش في نفس المستوى كده بتاع الاس. لكن ايوه زائد زائد ايه يا بطل بقى؟ الاكسجين ولا غاز؟ أيوة الاكسجين بقى، اكتب لي بقى رمز الاكسجين. طيب عبد الله يا جاسر، انت كتبت سي اس 2 زائد في حرف كده قبل الاو 2، ايه الحرف ده يا عبد الله؟ الاس استاذ. لا الاس جت منين؟ هو بقول لك يتفاعل ثاني كبريتيد الكربون مع الاكسجين، اكسجين يبقى اكسجين بس، يبقى اكسجين بس. زي الشباب كده بص للسبورات هتلاقيه كاتب O2 بس من غير الاس. الاس دي في اللي هينتج بعد، اللي هينتج بعد السهم. اها تمام. يبقى انت شيل لي الاس اللي هي جنب الO2 دي، خليها O2 بس، لان هو بيقول لك مع. ايوه كده، ايوه كده، كده المعادله كده يا استاذ. ايوه كده المعادله صح. طيب بعدين يا استاذ حلو، خليك معايا بقى، خليك معايا بقى يا دكتور. ايوه خليك انا معايا معك استاذ، لان في شباب حلت صح اهي ما شاء الله. فاللي حل صح ينتبه معانا، اللي خلي بالك يا عبد الله هنا كم حبه كربون يا عبد الله؟ اثنين. لا الكربون اللي هو السي. ايوه جنبيه ارقام ولا حاجه؟ ايوه استاذ. لا واحدة بس اهي، الاثنين تبع الاس. ايه السي حبة كم حبة؟ واحدة. حلو. طيب تعال نروح بعد السهم بقى، السي هنا كم حبة؟ واحدة. حلو، يبقى السي موزون صح ولا لا؟ السي موزون. ايوه. طب الاس هنا كم حبة؟ اثنين. تمام، وهنا الاس كم حبة؟ الحالة هاي واحدة. يعني واحدة. طب في أيوه. الشمال اثنين وفي اليمين واحدة، عايز أخلي اللي في اليمين اثنين، أضرب في كام؟ هي حبة، هي حبة واحدة وأنا عايزها تبقى اثنين زي اللي في الشمال، أضرب في كام عشان تبقى اثنين؟ اثنين. أيوة أيوة، أضرب في اثنين واحط الاثنين قدام المركب كله، يبقى كده الكبريت عندي اثنين، وكده الكبريت في الناحيه الثانيه اللي انت عاملها دي اثنين وزن الكبريت. ايوه. طب يلا يا بطل عد لي بقى الكفه اليمين كلها فيها كم اكسجين. يلا خليك بطل بقى وعد لي بالصح، الكفه اليمين فيها كم اكسجين؟ فيها اثنين. لا اجمع كل الاكسجين اللي في الكفه اللي في اليمين كل الاستاذ سته. ايوه كده، برافو عليك. ادي هنا حبتين اكسجين، وهنا اتنين في اتنين باربعه، ايوه بقى سته اكسجين في الطرف ده، سته. طب هنا في الطرف اللي في اليسار اتنين بس، طب انا عايز الطرف اللي في اليسار يبقى فيه سته زي ده، أضرب في كام عشان يبقى ستة؟ أضرب في ثلاثة. برافو عليك أستاذ ورئيس قسم، أهو كده توزنت المعادلة، بقى عندي حبة كربون في الشمال في اليمين حبة كربون، اتنين كبريت في اليمين اتنين كبريت، ستة أكسجين في اليمين ستة أكسجين، يعني كل شيء بقى موزون، كفتين الميزان قبل بعض بالظبط. ايوه زي ما عمر باز عملها ما شاء الله، ولونها وعملها وظبطها، انت كده تمام. يزن لسه ما كملش، الناس التانيه اللي مش معانا وصبرتها مش قدامي، والله ان عايزك تستفيد، انا مش بقول لك كده عشان اشغلك ولا اعملك، لا الفايده لك انت. كلامنا في التحصيل وفي الجامعه وفي كله، اهم حاجه وزن المعادلات ده. تمام. ايش رايك يا عبد الله يا جاسر، فهمت ولا لسه يا عبد الله؟ شويه فهمت. نعيدها تاني. فهمت. يلا استاذ لو عايز نعيدها لك تاني يا حبيبي تحت امرك لغايه ما تفهمها.
يا ليت استاذ والله. طيب امسح بقى الارقام اللي انت عملتها دي بقى. ابشر استاذ. اللي مش فاهم تاني يا شباب خليك معاي، اللي مش فاهم خليك معاي. تمام يا دكتور عبد الله عبدان. هلا يا استاذ. هلا حبيبي. يلا اشرح الله يكرمك ليه عبد الله الجاسر، خطوه خطوه واحنا ماشيين. اللي حليته انا ولا صبرته؟ عليك اللي انت حليته او على صبرته، وانا هكتب انا. انت اشرح بس وانا اكتب انا. ابشر. استاذ سي اس 2. ايوه. زائد او 2. تمام. نواتج CO2. أيوة. زائد SO2. تمام. إذا بن نوزن الأوتو، الأوتو أستاذ. لا دايما خلي بالكوا يا شباب عشان ما تقلقش، أما تكون عندك أكسجين لحاله كده دايما سيبه للآخر، سيبه للآخر. تمام تمام. يعني ابدأ بالسي. سي أن أن CS2. لا ابدأ ذرة ذرة، يعني نوع نوع. ابدأ بالسي بس. عندي كم سي هنا في الشمال؟ سي واحدة سال طلع واحدة. أيوة هنا واحدة، والطرف الثاني كم؟ واحدة. يبقى ده موزون. طب تعال للكبريت اللي هو الاس. اس تو. أيوة هنا اثنين، والطرف الثاني فيه كم؟ واحدة. طيب عايز أسويها بالاثنين. نحط استاذ نحط 2. ايوه يبقى اضرب قبل هنا يا عبد الله يا جاسر، هضرب في 2 هنا عشان اسويها بالاثنين اللي في الشمال. هنا حبتين هنا حبتين. تمام بقى 2 اس و2 اس. مين بقى اللي لسه مش موزون؟ الاكسجين. هجد ان الطرف اللي في الشمال فيه كم حبه يا عبد الله؟ 2. تمام. طب واللي في اليمين كله، الكفة اللي في اليمين كلها فيها كم حبة أكسجين؟ في اليمين 4. لا كله الكفة اللي في اليمين كلها 2. مو 2 صح، 3. ليه؟ سي او 2. طب ادي 2، ادي 2 مع سي او 2، ادي 2 واس اس او 2. الاثنين اللي قدام الاس او 2 مضروبه في كل اللي جاي وراها، يعني 6. ايوه كده. هنا الاثنين مضروبه في الاو 2، يعني 2 في 2 ب 4. 4 و2 مع السي يبقى الطرف ده فيه 6. طيب الطرف ده فيه 6 يا رجاله، والطرف ده فيه 2، كيف اخلي الاثنين 6؟ نضربه في 3 بس. برافو عليك. أضرب هنا في 3 بقى 6 أكسجين هنا، والطرف اليمين 6 أكسجين. الكبريت 2 والطرف اللي في الشمال 2. الكربون 1 والطرف اللي في اليمين 1. يبقى كده توزنت المعادلة. ها وصلت يا عبد الله ولا لسه؟ بدون إحراج. وصلت. لا وصلت. إحراج والله ما وصلتش. لا والله وصلت. لا وصلت استاذ. والله بتكلم جد يا حبيبي، لازم تكون. لا والله وصلت استاذ. طيب مين تاني يا شباب؟ وزن المعادلة مهم جدا. مين تاني؟ يا شباب واضح يا استاذ. طيب ناخد حاجه ولا خلاص النهارده نبدا درس جديد ان شاء الله، تصنيف التفاعلات يوم الاحد ان عشنا باذن الله. هنشوف بس الناس اللي موجودين. فايز الجعيد. فايز الجعيد. هلا يا استاذ. ايوه فايز. تمام فايز انت تمام وجاني البحث.
محمد العماري. محمد كتب على الشات موجود. طيب يا محمد البحث ما جانيش يا محمد، انت من الناس اللي ممتازة. محمد انا والله يعني ازعل لو هتنقص درجة. محمد الحرفي موجود صح؟ موجود يا باشا وبحثك وصل. مهند موجود وبحثك وصل. احمد عبد الرحمن، احمد عبد الرحمن احمد عبد الرحمن اسمك موجود لكن ما بتردش يا ابني، ارفع ايدك او اكتب على الشات. ايوه كده، ايوه يا احمد، لان انت اكيد جالك انذار هتنقص يا ابني في درجاتك، خساره والله. وبعدين ما فيش بحث جاني يا احمد، يعني غياب وما فيش بحث وما فيش تفاعل في الحصه، انت اولى بالدرجه يا ابني والله. محمد ممدوح، محمد ممدوح، احمد عبد الصمد، احمد عبد الصمد. ايوه يا احمد تمام يا احمد، بالله عليك انتبه شويه للغياب وبحثك. ما جانيش بحث ولا حاجه يا احمد. بحثاش الصح، شفت؟ لانك انت ما بتحضرش خالص يا احمد. انتبه يا ابني، في بحث او مشروع لازم تقدمه عشان عليه 15 درجه من الدرجات. اوكي، الخساره انت اولى بيهم. طيب شنو المشروع يا استاذ؟ الحين اسالك هو شنو المشروع؟ وصل لعتيبي مشروع زي مثلا تجربه تعملها. موجود موجود يا استاذ. طب حاضر. تجربه ايش؟ اي تجربه في الكيمياء، اي حاجه. والله ما اعرف اي تجربه. عندك الكتاب كيمياء 1 و2 و3 و4 اللي تقدر تعمله منه. اسوي يعني استاذ كيف اقول لك، يعني يعني اشياء تدخل في اشياء وتنخلط وذي الاشياء. ماشي. وقبل ما انسى الشباب، مين اللي كان جاب فكره كويسه هنا للموهبه؟ خالد. انا يا استاذ. ايوه 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 ايوه، عايزك اكتب لي عنها كده عشان نسجلها ونشوف، حتى لو مش هتكمل يعني اعمل بس فكرتك ونسجلها. الله يكرمك. طيب ان شاء الله بجيب عنها يعني اسمها معلومات زياده. طيب ماشي يا باشا. علي هاني، اهلا وسهلا. اهلا يا علي باشا، ما فيش برضه ولا حاجه يا علي. قبل شويه كنت اكلمك. اللهم لك الحمد. طيب ماشي. جهاد يا جهاد حمد مش موجود. عبد الله بندر، هلا هلا يا استاذ. هلا بيك يا باشا. يزن العتيبي موجود، عبد الله موجود، محمد مطلق موجود. تمام والنعم يا محمد. عبد الله سامي، عبد الله سامي طيب. خالد الجحمي، هلا يا استاذ. هلا هلا بيك يا حبيبي. عبد الله الجسر موجود. سيف، حاضر يا استاذ. تمام يا سيف. احمد السلمي، احمد الرويب، احمد عبد الله، احمد عبد الله، احمد عبد الله لا اختبار ولا حضور ولا بحث ولا مشروع. انتبهوا يا شباب، حد يبلغوا اللي يعرفوا الله يفهمكم. عبد المجيد النفاعي، حاضر حاضر يا استاذ. حاضر عبد المجيد. يزن الطلحي، حاضر يا استاذ. تمام انتبه يا يزن عشان درجه الاختبار لسه. ابشر ابشر، الحين ارسل له عذر قريب. الله يبشرك بالجنه يا رب. امين وياك. الله يرضى عليكم، شوفوا الشوق على خير واجازه سعيده ان شاء الله. يعطيك العافية يا أستاذ، شكرا. يعطيك العافية أستاذ. الله يعطيك، الله يكرمك، مع السلامة.